علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ولد في قرطبة في 6 نوفمبر عام 994 ميلادية، الفقيه والعالم والمجتهد، تربى في بيت علم وحكم، وحفظ الحديث والمتون في قصر أبيه وعلى مشايخ خصصوا له منذ صغره، وكان لوالده مجلس أدبي وعلم بالبلاغة والشعر، وكان يفتي في اللغة والأدب وغيرهما، وكذلك أخوه الأكبر أبو بكر الذي اقترب منه ابن حزم. كان ابن حزم مجتهدا وموسوعيا يجمع بين الفقيه المحدث والمتكلم الشاعر المؤرخ والوزير ابن الوزير، وكان سابق عصره في دراسة الأديان، تأثر به الفيلسوف اليهودي سبينوزا في نقد التوراة. تولى ابن حزم الوزارة مرات، فقد تولاها للمرتضى في بلنسية، ولما هزم وقع ابن حزم في الأسر، وكان ذلك عام 1018 ميلادية، ثم أطلق سراحه من الأسر فعاد إلى قرطبة. كما ولي الوزارة لصديقه عبد الرحمن المستظهر في 28 من ديسمبر عام 1021، ولم يبق في هذا المنصب أكثر من شهر ونصف الشهر، فقد قتل المستظهر وسجن ابن حزم، ثم أعفي عنه، ثم تولى الوزارة أيام هشام المعتد فيما بين عامي 1027 و1031 ميلادية. ألف ابن حزم في الأدب كتاب طوق الحمامة، وألف في الفقه المجلى والمحلى في شرح المجلى، وفي أصوله الإحكام في أصول الأحكام، وله في علم الكلام الفصل في الملل والنحل، وله كتاب في الأخلاق والسير. في قريته وحيدا توفي ابن حزم في 15 من أغسطس عام 1064.